تقيدن فؤادي وثرى ودادي وفاض الحنين إذا ما رأيتك دن فؤادي وثرى ودادي وفاض الحنين سألتك بالله لا تتركين أحبك أماه في كل حين سألتك بالله لا تتركين أحبك أماه في كل حين. أنا اسمي ضياء عبد القادر من مخيم قلنديا، العمر 26 سنة إلا شوية. يعني بدأت بتطوير مهارتي الفنية من منشد لموزع موسيقي لمهندس صوت. بدأت هذا الأمر تقريبا في العام 2013، بلشت أتعلم واستفيد، حاولت أتعلم دورات، تعلمت عن طريق الإنترنت، حاولت قدر المستطاع أقوي سمعي في هذا المجال بالذات، لأن هذا بيحتاج أذن تسمع صح. بدأت مسيرتي الفنية في المدرسة، طلعت يومها طلعت موال بك عاجبني بك كنت سامع يعني من منشد، حبيت أطلع ألقي بس كإلقاء، مش يعني مش في بالي إن أنا في عندي موهبة أو إشي يعني من هذا الأمر. فلما طلعت قدمت الموال لقيت يعني المدرسة لقيت صدى مرتب، يعني انبسطوا الناس مني يومها. فمن هناك بدأت أعرف إن في عندي مثلا موهبة معينة لازم أدير بالي عليها، إن هي فن الإنشاد. وأنت مناي وأنت هداي فلا تختفي من حروفي نداي أحبك أمي فأنت الرضا وأحلى سنين أحبك أمي فأنت الرضا وأحلى سنين. طبعا هذا بيعود لوالدي، كان منشد في فرقة الرباط في تأسست في 93 ومشت لحد تقريبا 2011. فأنا استغلت فترة 2009-2010-2011 في هاي الفترة، بس هي المبدأ أنه والدي كان منشد وشجعني على هذا الأمر. طموحي طبعا إن شاء الله تعالى أفتح استوديو رسمي ويكون خارجي طبعا، ويكون استوديو معزول بشكل صحيح ومشغول بشكل صحيح، معدات أقوى وإمكانيات أقوى من هيك، لنشتغل يعني شغل أفضل شغل أحسن إن شاء الله تعالى. أول تأثير أثر علي من ناحية إيجابية طبعا المخيم كان إلى دور كبير، فإنه هون اكتشف موهبتي. أنا لما طلعت أنشدت من باب يعني زي ما كلها نأخذ علامات من الأستاذ، إن إحنا بنشارك في الإذاعة المدرسية، فلقيت قبول من الجميع، ما فيش حدا أجا قال لي لا تغنيش لا تنشدش بدناش نسمع صوتك، لا الكل أعطى انطباع حلو. وفي شغلة حلوة وقت تصير معي، لما تصير عندنا فترة الخمس دقايق هذه نستنى مشان يجي الأستاذ يعطي حصته، يجوا شباب من الحصة الثانية مشان أنشد لهم إشي على السريع قبل ما يجي الأستاذ. أوف 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 يا دار مشتاق القلب لو تعرفي حالي مجروح من فرقة لهل والليل موالي حن القلب يا دار حن القلب يا دار لما البعد طول نزل الدمع قال وبكى نزل الدمع قال وبكى قلت الوطن غالي غالي
عقلبي غار.